بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مبدئيا طلاب بريب 2 مع حصه جديده من حصه مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن بارت نمبر 3 ان اور ليسون ووتر. اتكلمنا في بارت 1 عن الفيزيكال اند كيميكال بروبرتيز اوف ووتر. ناو ويل توك اباوت ذا ثيرد بارت، ووتر بولوشن. وات از مينت باي ووتر بولوشن؟ ووتر بولوشن ات از ذا اديشن اوف اني سبستانسز تو ووتر which causes gradual change in water properties. Any substance in water causes change in water properties affecting the health and life of living creatures. يعني هتأثر يا ولاد على الصحة على صحة وحياة الكائنات الحية. طب environmental pollution بقى، أو إيه هي environmental pollutants اللي هي الملوثات بتاعة البيئة؟ طبعا are divided into two types, natural and artificial. Natural from volcanic eruption, and number two, death of living organisms. Number three, lightning accompanying thunderstorms. يعني اللايتنينج اللي هو البرق يا ولاد اللي بيكون مصاحب للعواصف طبعا. طيب ايه كمان؟ الارتفيشال بقى، artificial pollutants of water اللي طبعا from man activities او due to man activities اللي هي انشطه الانسان. دي زي نتيجه ايه؟ The overuse of chemical pesticides and fertilizers. يعني الاستخدام الزياده للكيميكال بيستسايدز اللي هي المبيدات الحشريه والفلترايزرز طبعا اللي هي الاسمده. نمبر 2 throwing sewage factories wastes and leakage of petrol oil in seas and rivers. يعني طبعا القاء المخلفات بتاعت المصانع وتسرب زيت البترول طبعا في البحار والانهار. نمبر 3 burning coal and oil which causes acidic rain and smoke. يعني حرق الفحم يا اولاد والزيت اللي هو بيسبب acidic rain تمام وسموج اللي هو الضباب. تعالوا نشوف بقى الجزء اللي بعد كده يا اولاد اللي هو تايبس اوف ووتر بولوشن. ايه انواع الووتر بولوشن؟ ودي طبعا جزئيه مهمه في الامتحان وعليها اسئله في الامتحان بتيجي كتير. ممكن نقول اول حاجه يا اولاد اللي هو البيولوجيكال بولوشن اللي هو اللي خاص بالليفنج اورجانيزمز اللي هي الكائنات الحيه. طبعا ده بيجي منين او نتيجه ايه؟ ميكس مان اند انيمال ويستس ان ووتر. نتيجة خلط المان اند انيمال ويستس ان ووتر، فضلات الانسان وفضلات الحيوانات خلطها بالميه زي ما انتم شايفين في الصوره كده، الراجل عمال يحمي الحيوانات بتاعته في الميه تمام. فطبعا كل الكلام دوت بينزل في الميه اللي احنا بنشربها او بنسقي بيها الزرع بتاعنا، فطبعا المشكله يا اولاد. فده بيسموه باسم ايه؟ بيولوجيكال ايه؟ بولوشن. طب ده بيعمل ايه يا مستر؟ ايه هو الدامجز بتاعته او الباد افكت بتاعه التاثير السلبي؟ طبعا ات كوزز بلهارسيا، يعني بيعمل مرض البلهارسيا اللي احنا عارفينه، تايفويد اند هيباتايتس اللي هو طبعا الالتهاب الكبد الوبائي والتايفويد او تايفويد والتهاب الكبد الوبائي بالترتيب. ايه كمان؟ نمبر 2 اللي هو الكيميكال بولوشن اللي هو تلوث كيميائي في الميه يعني. وده بيحصل ليه؟ زي ما انتم شايفين في الصوره كده واضح ان في مصنع بيرمي السيوج بتاعته او المخلفات بتاعته فين؟ في الريفر او في الميه. يبقى ايه سبب الكيميكال بولوشن؟ طبعا discharging sewage and factories remains in water. يعني القاء الفضلات وبقايا المصانع فين يا ولاد؟ في الميه. طب يا مستر دي هتعمل ايه؟ طبعا ده بيعمل حاجات كتير جدا. هيؤدي ليه يا ولاد؟ طبعا الحاجات دي بتترمي في الميه والميه فيها فيش، فيها سمك صح؟ فايه اللي هيحصل؟ فيش ويتش كونتين ليد، ليد اللي هو عنصر الرصاص يعني اللي هو طبعا element اللي هو الليد element. ده بيعمل ايه؟ causes death of brain cells. يعني الناس تصطاد السمك ده، تاكل السمك دوت بيكون متركز في جسمه الليد ده، فطبعا الاطفال الصغيرين بالذات يجي لهم طبعا دامج اوف برين سيلز اللي هو ده تدمير لخلايا المخ. طب لو كان يا مستر في ميركوري، يعني لو المصنع ده بيرمي السويج بتاعته وفيها نسبه عاليه من الميركوري، طبعا ات كوزز بلايدنس، ممكن يعمل عمى طبعا بعد التراكم في جسم الانسان كوزز بلايدنس. طب الارسينيك اللي هو بيسموه باسم الزرنيخ يا ولاد، عنصر من عناصر، طب يعمل انكريس انفكشن ريت باي ليفر كانسر، ده ممكن يعمل ليفر كانسر اللي هو سرطان الكبد. طيب يا مستر ده كده الكيميكال طبعا بلوشن. وات اباوت ثيرمال؟ ثيرمال بلوشن بقى ده بيجي منين؟ يعني الميه يا مستر بتسخن منين يعني؟ طبعا due to the water او water used to cool reactors. المفاعلات النوويه يا اولاد عارفين ان هي بتتبني على طبعا مناطق ساحليه عشان طبعا يحصل لها عمليه كولينج باستمرار، تبريد باستمرار. ف
فطبعا بيحصل ايه؟ ان بعض المصانع او بعض سوري الرياكتورز ديت بتاخد الميه البارده دي من البحر تمام؟ وتصبها طبعا بعد ما تكون بردت الرياكتور الناحيه الثانيه ماء ايه؟ سخن اللي هو هوت ووتر. طب ده يعمل ايه يا مستر؟ death of remain sorry of marine creatures يعني يا مستر موت الكائنات المائيه المارين كريتشرز. ايه كمان؟ due to the separation of oxygen ده give reason يقول لك ايه؟ thermal pollution causes death of marine creatures. هتقول لي يا مستر ليه؟ طبعا due to the separation of oxygen او the dissolved oxygen gas نتيجه انفصال الاكسجين which dissolve in water الاكسجين اللي دايب في الميه، فالسمك طبعا هيموت زي ما انتم شايفين كده في الصوره، السمك طبعا كله يعني ميت كده على سطح الميه، ده بسبب الثيرمال بلوشن. ليه يا مستر؟ لان يا ولاد معروف ان الهوت ووتر بيعمل عمليه ريبيل يعني طرد فور اكسجين جاز، يطرد الاكسجين جاز. طب ايه كمان؟ راديانت بلوشن، يعني ايه راديانت بلوشن؟ اللي هو التلوث الاشعاعي. طب ده بيعمل ايه يا مستر او نتيجه ايه؟ طبعا دامبنج اتوميك ويستس يعني اللي احنا نرمي بقى او اللي احنا نلقي المخلفات بتاعت الاتوميك ويستس اللي هي الذريه ديت في الميه، او يا اما يا مستر نتيجه ليكج اوف راديو اكتيف ماتيريالز تسرب المواد الاشعاعيه. طب يا مستر ده هيعمل ايه في النهايه؟ طبعا اكيد كوزس ايه يا ولاد؟ كوزس كانسر اللي هو يسبب مرض الكانسر. طيب مستر ازاي نحافظ على الميه بقى؟ The protection of water from pollution حمايه الميه من التلوث يا ولاد. شايفين الحاجات اللي احنا قلناها اللي فاتت دي؟ ما نعملهاش. يعني ايه؟ نمبر 1 prevention of getting rid of sewage wastes of factories and dead animals in rivers or canals. يعني نمنع اهم كلمه لازم تقولها طبعا getting rid of sewage يعني التخلص من النفايات والفضلات في المصانع والكائنات الميته اللي بتترمي في الميه، كل الكلام ده نمنعه. تمام كده؟ نمبر 2 disinfection of the drinking water tanks يعني ان احنا نعمل عمليه تنظيف ومعالجه يعني لتنكات الميه اللي هي الخزانات بتاعت الميه زي ما انتم شايفين في الصوره كده. طب مالها يا مستر which are found on the roof of buildings اللي موجوده على اسطح المباني. طب ليه يا مستر او باستمرار يعني؟ اه طبعا in periodical manner يعني بطريقه دوريه. نمبر 3 نعمل ايه كمان؟ Don't store the tap water in the empty plastic bottles. يعني ما تخزنش ميه من الحنفيه في ازايز الميه يا اولاد الفاضيه ال empty plastic bottles. ليه يا مستر؟ دايما يقول لك لما تيجي تشتري ميه معدنيه ما تملهاش ميه كتير او ما تقعدش تملاها ميه وتخزن فيها الميه. ليه؟ لان عارفين طبعا ان ال plastic bottles of water contain chlorine صح؟ فيها بتتنقب الكلور. طب ايه اللي يحصل؟ Because plastic reacts with the chlorine gas leading to increase the infection rate of cancer. يعني بيحصل reaction ما بين البلاستيك دوت وما بين الكلورين جاز تمام؟ وطبعا بيأثر على الميه اللي انت بتشربها ويؤدي الى ايه بقى؟ leading to increase the infection rate of cancer يعني يزود معدل حدوث مين؟ الكانسر اللي هو السرطان. Number 4 spreading environmental awareness among people to protect water from pollution. يعني ننشر الوعي البيئي تمام among people ما بين الناس to protect water from pollution يعني اعلانات في التلفزيون وطبعا في الصحف وكلام من ده عشان وفي المدارس عشان نوعي الناس ان احنا ازاي نحافظ على الووتر تمام from pollution. نمبر 4 طبعا developing the stations of water purification يعني نطور محطات تنقية المياه تمام and doing طبعا periodical analysis to determine the rate of water validity for drinking. يعني يا مستر يعني نعمل طبعا تحليل دوري to determine عشان نحدد the rate of water validity عشان نحدد صلاحيه الميه لمين يا اولاد for drinking للشرب. ممكن يجي لك give reason يبقى الاجابه بتاعتك ليه طبعا we must doing periodical analysis for water ليه لازم نعمل تحليل مستمر للميه هتقول له الاجابه اهي من اول to determine the rate of water validity for drinking عشان نحدد مدى صلاحيه الميه لمين يا اولاد للشرب. بكده يا اولاد نكون انتهينا من الدرس بتاعنا يا رب نكون فهمناه وخلصناه بالكامل ان شاء الله ونستعد بقى يونت 2 ان شاء الله ليسن 1 اللي هو الاتموسفير ان شاء الله باذن الله هنبداه في اقرب وقت الاسبوع اللي جاي او ممكن في نهايه الاسبوع ده. كل اللينكات موجوده تحت الفيديو لو عايز توصل ليها. بالتوفيق لكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.